على غرار ساحة تايمز سكوير الأمريكية الشهيرة في نيويورك، يجري العمل حاليا بمدينة البصرة في جنوب العراق لاستكمال مشروع بصرة تايمز سكوير الذي سيضم مجمعا تجاريا وفندقا فاخرا وبرجا سكنيا ومكتبيا، علاوة على مجمع ترفيهي حديث. ويشمل المشروع إنشاء أول دار جديدة للسينما في العراق منذ أواخر الثمانينات وأكبر مجمع لدور العرض السينمائي في تاريخ البلد. ثائر عبد الزهرة مدير شركة الدير المنفذة للمشروع: مشروع بصرة تايم سكوير هو الأول من نوعه في جنوب العراق، وهو الأكبر من حيث المساحة في العراق، وهو مول تجاري، تجربة حديثة جدا لأهالي مدينة البصرة. راح يضم فعاليات كثيرة تجارية وترفيهية وسياحية، ولعل أبرز ما يميز هذا المشروع هو وجود صالات سينما وصالة مسرح، إضافة إلى مدينة ألعاب للأطفال. صالات السينما راح تكون 7 صالات سينما متنوعة من حيث برامجها ونشاطاتها. ويعود تاريخ السينما العراقية إلى الـ50s، وكانت صناعة السينما أساسا أداة دعائية لحزب البعث الذي تزعمه الرئيس الراحل صدام حسين على مدى 24 عاما حكم خلالها منذ عام 1979. وركزت الأفلام في الأساس على الحرب العراقية الإيرانية والتي دارت بين عامي 1980 و1988 بتصوير العراق منتصرا في الحرب التي انتهت إلى طريق مسدود ووقف لإطلاق النار. وتبلغ كلفة مشروع بصرة تايمز سكوير 162 مليون دولار، ويتوقع افتتاحه في أكتوبر 2014. رحاب علاء، رويترز.